بلدية إغبال بتيبازا من تغطية الطلب على السكن الريفي، حيث استفادت مختلف الشرائح العمرية من البرنامج السكني خصوصا منها الشباب. يقول عبد القادر بن غنو: استفاد سكان إغبال الذين يتجاوز عددهم 7000 نسمة من برنامج ثري للسكن الريفي الذي يلائم طبيعة المنطقة. الحمد لله أخويا، والله عندي أمانة يا من اللي درت حتى الدوسي تاعي اللي دارنا قديمة هذه هي الريف، وبركة الحمد لله دار وحدي دركا أنا عطاو لي بصح مازال ما بجيتش هذا وين بسم الله والحمد لله الإعانة هذه والله عاونتنا بزاف. واسكو 70 مليون كافية نزيدوا شويه من عندنا مي نورمال. انا ديت بريمير ترونش مازال ما كملتش وسمو لي ترونش تاع الدوزيام والتروازيام، السلعه غاليه بزاف. تسعى السلطات المحليه الى التكفل بجميع الطلبات المودعه قصد تثبيت السكان في هذه المنطقه التي عانت الكثير في العشريه السوداء. إغبال استفدت 2260 اعانه، سلمنا منها 1300، الباقي راه في اطار الانجاز. من بين المشاكل اللي تعرقلنا في التنميه هو مشكل العقار، نطلبوا السلطات باش يعاونونا في الميزانيه باش على الاقل نشريو العقارات لان العقار مهم جدا في التنميه. أمنيات تحققت وأخرى تنتظر، أهمها طريق وطني يعبر إغبال إلى عين الدفلة لتحقيق تنمية شاملة.